بورسعيد، المدينة اللي قاومت الاحتلال ضد بريطانيا وفرنسا، المدينة اللي شهدت افتتاح أهم ممر بحري في العالم، مدينة يمكن كتير مننا ما زارهاش قبل كده وكتير مننا ما يعرفش عنها حاجة، ولكن هي مدينة تاريخها كبير جدا ولسه محتفظة بالتاريخ ده لحد النهاردة. مدينة جميلة جدا وأهلها طيبين وتستحق الزيارة. لأنها فعلا مدينة أوروبية على أرض مصرية. أول ما وصلنا بورسعيد رحنا عشان نفطر، وطبعا ما ينفعش تبقى في بورسعيد وما تروحش تفطر عند واحد من أقدم وأشهر المطاعم في بورسعيد، العيوتي، وكل اللي بيجي هنا لازم يجي يجربه. الفطار بتاعنا كان بيض بالبسطرمة، جبنة وفول، بطاطس وسلطة، فلافل، طحينة وعسل بالطحينة، ودي أم الخلول، هما بياكلوها هنا مع الفطار عادي زي المخلل عندنا. الأكل كان حلو جدا، لما تيجوا لازم تجربوه. خلصنا وقمنا نتحرك على أول مكان هنروحه النهاردة، حديقة المسلة. واحدة من الأماكن القليلة جدا اللي ممكن تشوف فيها المشهد ده في مصر. الحمام اللي بيطير حواليك في كل مكان شبه تركيا وفرنسا. هتاخد معايا أحلى صور وكمان ممكن تأكله. الحديقة حلوة جدا وهتحبها. اتحركنا بعد كده على المكان اللي بعده، حديقة فريال، الحديقة اللي بتشهد على تاريخ كبير جدا. تم افتتاحها في عهد الخديوي اسماعيل، ويوم افتتاحها كان هو نفس يوم افتتاح قناة السويس، وحضر الافتتاح الخديوي اسماعيل وديليسيبس وامراء وملوك من دول تانية كتير. لازم لما تيجي هنا تتصور مع الطاحونة دي، بيقولولي هنا انها جاية من هولندا فعلا، يعني طاحونة اصلية. وحوالين الميدان بتاع الحديقة هتشوف المباني البيضة اللي تصميماتها كلها على الطراز الفرنسي القديم، وموجود في الحديقة كمان تلات كباري خشب شبه ده كده، والصور عليهم طبعا تحفة جدا. ودي هي المنصات اللي كان واقف فيها الملوك والأمراء وقت الافتتاح. هنتحرك دلوقتي على المكان اللي بعده. المواصلات هناك تعتبر رخيصة جدا لأن المدينة أصلا صغيرة وكل حاجة هناك قريبة من بعض. المشوار بالتاكسي سعره بتروح ما بين 10 لـ20 جنيه بس، ومفيش هناك تكاتك، يعني التاكسي هناك يعتبر التوك توك بتاعهم. هنتحرك دلوقتي على الجزء الثاني من بورسعيد، بور فؤاد، الجزء الأوروبي من بورسعيد. وعشان نروح لازم نعدي قناة السويس بوسيلة النقل الأشهر في بورسعيد، وهي المعدية. المعدية ملهاش أجرة وبتنقل الناس بعربياتهم، وانت بتعدي هتلاقي طيور النورس حواليك في كل مكان، وممكن تحدف لهم أكل وياكلوه في الجو وهم بيطيروا. معلومة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، احنا دلوقتي مش بس هنعدي من بورسعيد لبور فؤاد، لا احنا كمان بنعدي من قارة افريقيا لقارة اسيا. بور فؤاد في شبه جزيرة سيناء. اول ما توصل هتحس انك طلعت بره مصر. كل المباني والمنشآت هناك مبنية على الطراز الفرنسي،
وده طبعا بسبب الاحتلال الفرنسي اللي قدرنا ان احنا نتغلب عليه، ولكن ساب لنا تراث كبير جدا بيميز المدينة الصغيرة دي. تقدر انك تلف بور فؤاد كلها على رجلك لان مساحتها صغيرة جدا. رحنا لأقدم الشوارع في المدينة وانبهرنا بجمال وروعة المباني الصغيرة والبلكونات والشبابيك الخشب وهدوء الشوارع ونظافتها. المباني دي لما اتبنت زمان كان بيسكنها الفرنسيين وقت الاحتلال، ولكن دلوقتي بيسكن فيها عمال هيئة قناة السويس. لما تيجوا بور فؤاد لازم تزوروا المباني التراثية دي وتتصوروا معاها طبعا. ركبنا المعدية تاني وهنرجع بورسعيد بقى علشان نتغدى. طبعا ما ينفعش نبقى في بورسعيد وما ناكلش أكلة سمك من أشهر مكان لبيع السمك هنا، سوق السمك. المكان اسمه ايه بقى؟ مطعم شط. مطعم شط. انا عايزك تاخد صوت الرجال. طلبنا جمبري وسمك سنجاري. والعيش والرز والسلطات والطحينة كله على بعضه 130 جنيه. ده كده غدا لفردين. وبعد ما خلصنا أكل رحنا علشان نحلي في أشهر مكان ممكن تحلي عنده في بورسعيد، سلسبيلة، وطلبنا كاساتة. الكاساتة دي بقى مش موجودة غير في بورسعيد بس، دي عبارة عن آيس كريم مشكل وقشطة. ده هو
كنا عايزين نتفرج على ماتش مصر والكاميرون. سألنا عن مكان حلو نتفرج فيه، فقالوا لنا على مجمع كافيهات مشهور هناك اسمه ستايل سكوير. بلدنا جميلة جدا وتستاهل انك تزور كل مدينة فيها. قبل ما تفكر تسافر برا مصر، سافر جوه الأول.